تالي وصلنا لمساحتنا الاجتماعية ورح نحكي عن موضوع يمكن كتير صرنا عم نسمعه، هي صفة سيئة وملاصقة للأسف بمجتمعنا، مع أنه صحيح نحن بعاد عنها يعني كنا، بس صارت شائعة بكثرة. النفاق الاجتماعي شو هي أسبابه؟ بدنا نتعرف عليها اليوم، ظواهره، كيف ممكن نتعامل مع الإنسان المنافق اجتماعيا، وليش صارت هي الظاهرة بكثرة موجودة بمجتمعنا. كل هالأسئلة بدنا طبعا نجاوبنا عنها عزة فيصل كردي، أخصائية نفسية واجتماعية ومدربة كمان بالتنمية البشرية. يسعد لي صباحك. يا صباح الخير والورد. صباحك. صباح الخير عزة. بداية موضوعنا، يعني مثل ما قالت زينب، موضوعنا مهم جدا وانتشر بالفترة الحالية. هو موجود ولكن هلأ تفاقم نتيجة مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة أيضا النفوس حسيت تغيرت كتير، تغيرت عن جد. فخلينا هيك نبلش موضوعنا بتعريف النفاق الاجتماعي. نعم، تعريف النفاق الاجتماعي هو اضطراب نفسي داخلي دائما بهذا الاضطراب يظهر الإنسان فيه غير ما يبطن من مبادئ وأخلاق وقيم فاضلة، وبيحاول يبتعد تماما عن سمات شخصيته الحقيقية، دائما بيكون الداخل غير الباطن. نعم، طب أكيد في أسباب وفي ظواهر وفي يمكن أشياء تدفع الإنسان للنفاق. يمكن أنا بشوفها مثلا غيرة أو ما بده يخسر حدا بالمجتمع فبيحاول يكسب كل الأطراف. نعم. فشوفي لنا انت المناظورات الثانيه والاسباب الثانيه ممكن تؤدي لهذا المرض. خلينا نقول هلا هو اكيد فيني انا اقول عنه مرض عصري صراحه، يعني وتفاقم مثل ما تفضلت هلا بالاونه الاخيره بمواقع التواصل الاجتماعي. لكن من اهم اسبابه دائما انا بقول انه الشعور بالنقص، وشعور دائما الانسان عنده شعور بالنقص بشخصيته، فبيحاول انه يكون عنده استشعار لعظمه الاخرين، وبيعتبر انه هذا الشيء انه ينافق لإلهم فهذا شيء واجب اجتماعي. طبعا هذا خطا كبير. يعني هو ما بيحس حاله منافق؟ هو بيعرف حاله منافق، اكيد بيعرف حاله منافق. الاسباب الثانيه ضعف وعدم ثقه بالنفس اكيد. كمان من الاسباب اللي بتخلي الانسان الحقد والغيره بتكون من سمات شخصيته الاساسيه، يعني هو بيعرف حاله انه عنده حقد وعنده حسد وعنده غيره، فبيحاول انه هو دائما يغطي على هاي الامور بالنفاق. وعندنا كمان بيحاول انه هو دائما يستشعر وياخذ من عواطف الاخرين حتى هو يعني يستغل هاي العواطف لمصالحه ومكاسبه الشخصيه. نعم، يعني عزة عم نشوف كثير هلا، مثلا اذا ما بحب حدا ما فيني اقول له ولا كلمه. نعم. يعني ولا 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 ورده، بعكس الشيء اللي عم يصير هلا. يعني عم نشوف عالم صحيح. عن جد بالحياه الاجتماعيه. نعم. هنن ما بيحبوا بعض، ما رح نقول ما بيحبوا بعض، هنن يعني في هيك حساسيات بين بعض، في غيره. نعم. نعرف الغيره كثير منتشره، وخاصة الغيرة من النجاح وهي كثير بنشوفها. هذا من أهم دوافع الـ 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 النفاق. النفاق الاجتماعي تماما. طبعا بنشوف مثلا بمواقع التواصل في حب رهيب، يعني اللي بيشوف العالم اللي ما بيعرفهم صحيح. بيميز يعني، فقديه بيصير في نوع من الانفصام بالشخصية، يعني كمان هي انفصام شخصية. انت ما بتقول له مرحبا للزلمة بالحياة العادية، على الفيس بتحبه كيف زبطت. يعني قمة النفاق انا بقول دائما مرض عصري صحيح، يعني حقيقة لازم يعني يحارب هذا المرض بكل اشكاله، لانه دائما هو منبر مواقع التواصل الاجتماعي هو لتبث سموم هالنفاق. فبالتالي انه شو بصير انه بتكثر مشاعر المجاملات والحب اللي ما هو موجود اساسا بالواقع. صحيح. وبيكون مثلا شخص بيكون مع شخص معين، فبالتالي بتكثر هي الكلام المعسول اللي هو بالاساس بالواقع والحقيقه، اذا شخصين مثل ما تفضلت شافوا بعضهم انه ما يعني هذا الشيء غير موجود، اما لمصلحه مع شخص او لحتى يكون في ليغطي على شيء اخر. فبالتالي يا ريت نحن يعني نوع على هذا الموضوع، انه حتى يعني عم يكون في اثاره للكذب، للخيانه، للغدر، للتبذير، لكل هي المواقف ولكل هي المشاعر الكاذبه، وتهميش للمشاعر والاخلاق الاساسيه اللي نحن بالاساس المفروض انه نحافظ عليها، وتكون هي مصدر اساسي لتعاملاتنا اللي هي الصدق
يعني هي الصدق هذا اساس شيء نحن لازم يعني نحاول انه نتمسك فيه ونربي ابنائنا ونبدا من الاسره الصغيره. بالتالي كثير لازم يكون عندنا وعي ونضج بهذا الموضوع، موضوع النفاق خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، يعني عزة مو بس المنافقين اجتماعيا هن المنافقين ما بيأذوا حدا، عم توصل لمرحلة الأذى مثلا ممكن يوقعوا بين طرفين معينين يحكوا على هذا يحكوا على هذا وينافقوا الاثنين. بالضبط. فهون بيفقدوا مصداقية، بيخربوا علاقات، بصير هذا الشيء بعيد عن مجتمعنا. يعني نحن دائما كنا كسوريين مجتمع الشهامة وهيك والكفونة مثل ما بيقولوا، ونحن اللي مثل السيف بظهر الثاني. أيوة. وين هي الأخلاق؟ ليش هلأ عم نشوف كتران مثلا منافقين؟ قديه فينا اليوم نرجع نتمسك بأخلاقنا السورية الحلوة ومجتمعنا السوري؟ اكيد نحن لازم نتمسك فيهم، لانه نحن من خلال هذا الوعي، وانتم مشكورين صراحه. يعني دائما اي منبر اعلامي بيسلط الضوء على اي ظاهره موجوده هي ولازم يكون في لها حل. يعني دائما الناس لازم تنتبه لهذا الشيء، انه هذا الشيء يعني كثره المجاملات وتفشي هالنفاق الاجتماعي، بالعكس هو عم يكون في عندنا كان في خلط بين المجاملات والنفاق. يعني المجاملات شيء اكيد، المجاملات شيء والنفاق الاجتماعي شيء ثاني. النفاق الاجتماعي عم يهدم بيوت، النفاق الاجتماعي مشكله عم بتكون هي الى اثار نفسيه وسلبيه جدا على المجتمع، من قطع صلات الارحام. صحيح. من تردي على المستوى الاخلاقي، انحلال القيم والمبادئ اللي تفضلتي حضرتك فيها هلا. المفروض انه نحن على العكس تماما نتمسك بجوهرنا، لانه هو هذا الشيء اللي بيميزنا، بيميز مجتمعاتنا. صحيح. فبالتالي نحن كل ما كنا عندنا وعي لهذا التاثير السلبي لهذا الموضوع، فاكيد نحن رح نرجع لطبيعتنا ونحد من هذا الموضوع. انا بس بدي اقول كلمه صغيره، انه نحن دائما عندنا امر انه المنافق لازم نحن نحسسه انك انت انسان منافق. كيف نتعامل معه الانسان المنافق؟ نحن دائما نخليه نتعامل معه بذكاء انفعالي اجتماعي، بمعنى انه نحن بنعطيه اشارات انه انت انسان منافق، واكيد نحن ما رح نتعامل معك بعد فتره، واكيد هلا انت ظاهر لنا ومكشوف، بعد فتره رح تنكشف للاخرين. نعم فقط. اما نحن اذا شفنا انسان منافق وعطيناه مثل ما بده، حسسناه انه انت رائع وانت نحن مآمنين بنفاقك، فبالتالي نحن كنا مثله. فبالتالي نحن لازم نحد من هاي الظاهره ابتداء من الفرد انتهاء بالاسره والمجتمع. اكيد. نعم، يعني عزة ايضا خلينا كمان نفرق بين جبر الخاطر وبين النفاق. ببين هيك الانسان مثلا احيانا بيشعر بخاطر حدا ممكن ما يكون صحبه هو وياه، كلمات ممكن معينة، ولكن هذا بيختلف عن النفاق يلي بيكون بجرايد وعن جد نحن بتتفاجئي فيه. يعني حتى بينزل من عينك الشخص، يعني أنا بس شوف واحدة مثلا أو حدا وبعرفه بالواقع شو هو، مش بشوفه على أي موقع فيسبوك أو أي شيء تاني وبعرف أنه بيحكي على هذا الشخص. طب إذا أنت بتحكي عليه وما بتحبه، كيف قدران تقول له أنت جميل وأنت حلو؟ يعني حبيبي وحياتي كله وعيوني. كله عم نشوف عن جد يعني هذا حديث، يعني يمكن هلا الكل لازم يدير باله منه، يعني او حتى يلي مصاب فيك شوي يعني تعال. يعني في فرق بين انك انت تجبر بخاطر حدا بكلمه حلوه، الكلمه الحلوه معروف اثرها عند الناس طيبي، بس احنا بنحكي نفاق اجتماعي اللي هو بيكون اهدافه دائما سيئه وما بيكون هو ظاهره اجتماعيه حقيقيه، لان الى اثار سلبيه سيئه جدا على المجتمع. نعم، يعني عزة يمكن كثير من الظواهر الاجتماعية ظهرت مؤخرا بمجتمعنا، يمكن السبب هو بعض الأفراد اللي أثروا على مجتمع ككل، وممكن السبب أنه نحن ما عم نعرف نعالج يعني المشكلة عند الفرد مثل ما قلتي بحد ذاته لنعالجها بالمجتمع. نحن كثير انسرينا بالمعلومات اللي عطيتينا إياها، ونتمنى من كل إنسان يحس ويشعر بقلبه مين بيحبه ومين لا. واكيد يعني حلو المجاملات مثل ما قلت الكلمه الحلوه، بس ما توصل لحد المصالح اللي ما توصل لحد اكتساب المصالح ودائما اثاره عواطف الاخرين لحتى تكون المكاسب وتفرقه الاشخاص المحبين عن بعضهم، قطع صله الارحام. نحن دائما بننادي بانه الانسان يرجع لقيمه الحقيقيه والمبادئ ولاسرته، لحضاره المجتمعات ورقيها باخلاقها ومبادئها.
شكرا كثير لك يا عزة، شكرا لكل المعلومات. شكرا لكم عزة، شكرا كثير لوجودك معنا. ومثل ما قلتي اكيد كل انسان بيعرف حاله من جوا، بيعرف نفسيته، بيعرف طبعه. ان شاء الله يا رب هيك مع هدول المواضيع اللي نحن عم نسلط الضوء عليها نكون وصلنا لاكبر شريحه ممكن، يمكن للحد منا وعدم تفشيها وانتشارها. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. تسلمي.